النهارده احنا قدام عمل فني بيخاطب او بيقارب قضيه جدليه جدا في المجتمع، نقدر نسميه كده بالمسكوت عنه، او القضايا اللي صعب الناس تتكلم فيها، او القضايا اللي الناس بتخشى الحديث فيها، وهي مساله الولايه او وصايه الام على اموال اولادها القصر بعد وفاه الاب، واللي في القانون اللي اتحط يعني يمكن من اكتر من 70 سنه بنص او بتشريع القانون بتقول هذه الوصايه على الأولاد القصر وأموالهم إلى الجد أو بشخص بيعينه الأب قبل وفاته. الحقيقة الموضوع ده خلق معاناة كبيرة جدا عند أسر كثيرة وعند نساء كثيرات، بيخلي المرأة النهاردة مش قادرة أنها تتصرف في أموال أطفالها، أو مش قادرة أنها تدير شؤون حياتهم كما ينبغي. وأنا بقى اللي زعجني في القصة دي أو في القانون ده تحديدا يا حسام، ومعرفش إذا هتشوف ده يعني بشكل فيه تحيز للمرأة أو لأ، بس أنا شايفة أن القانون ده بنصوصه بشكله الحالي بالوضع اللي هو عليه بيعامل المرأة كأنها إنسان يعني منقوص الأهلية، أو كأنه المرأة ما عندهاش القدرة أنها تتصرف فيه أو تدير أو تفكر بشكل سليم، كأنه عقلها فيه مشكلة مش قادرة تحط القرارات السليمة فيما يتعلق بأولادها، مش قادرة تروح تشوف هم هيدرسوا في انهي مدرسه، ما تعرفش تقرر هم نصرف الفلوس دي فيما يخصهم في ايه، وكانه احنا بنفترض ان المراه النهارده هي بالتاكيد هتتصرف غلط، هي بالتاكيد مش عارفه مصلحه ولادها فين، او هي هتروح تضيع الفلوس دي فلوس الولاد في اي شيء بقى يعني، او في قرارات خاطئه. طب منين احنا النهارده بنتعامل مع الست في حاله يعني في حياه الاب انها قادره انها تعلم وتربي وتوصل المدارس وتوصل التمرين وتوصل النادي وتاخد كل القرارات؟ احنا بنشوف ابهات كتير مسلمين مسؤوليه الاطفال تماما لوالدتهم او لامهم، منين بقى ده بيحصل في حياه مش الاب؟ عارف ليه بس الكلام مش ليك بس انا فعلا عندي التساؤل ده، يعني منين احنا مسلمين المسؤوليه دي للام تماما؟ ومعلش اعذرني بس احنا بنشوف ابهات كتير يعني عندهم الصحه وربنا يمتعهم بالصحه والعافيه سايبين مسؤولية ولادهم بالكامل للستات، ولا بيوصل مدارس ولا بيوصل تمارين، ولا هو أصلا عارف ولاده بيتعلموا إيه، بيخشوا أنهي مدارس، بيقراتهم في حياتهم إيه. ومع ذلك بقى لما يحصل في حالة الوفاة لا قدر الله يقولك لا الست هنا منقوصة الأهلية، هي غير قادرة على أنها يبقى عندها قرارات سليمة، ولازم تكون تحت وصاية. على فكرة الأولاد مش هم اللي تحت الوصاية، السيدات هم اللي تحت وصاية بموجب القانون ده وتشريعه او بنصوصه. انا ده رايي، ما اعرفش تتفق معايا ولا تختلف. بص انا عارف انت عايز تتخانقي معايا بس انا متفق معاكي تماما حسب كلامك. انا متفق معاكي جدا جدا جدا، وهكمل لك انا عشان ما اكررش الكلام، لاني موافق على معظم الكلام اللي قلتيه. مش بس الزوجه لكن احيانا كمان الاولاد بيبقوا تحت الوصايه، واحنا مش واخدين بالنا، او القانون بصيغته الحاليه بيحطهم تحت الوصايا اللي احيانا بتبقى معطله ومرهقه ليهم هم كمان نفسيا، مش بس الام او الست او الزوجه. وبالتالي طبعا احنا مع عرض المسلسل، هي مش قضايا مسكوت عنها او كانت محل خشيه من الناس او كده، هو الناس بتطالب بيها والسيدات بيطالبوا بيها بقالهم الحقيقه سنوات طويله ويمكن عقود، واحنا كل شويه كنا بنشهد تغيير أو تعديل في بعض بنود قانون الأحوال الشخصية، وفي نسخة جديدة بتطلع وبتتناقش بقالها فترة، وأعتقد إنه كتير من نواب البرلمان مع عرض المسلسل بدأوا يقدموا كتير من المقترحات لتعديل القانون. أنا بقى هقول لك بقى شخصيا بالمناسبة بما إنك بتتناقشي، أنا كنت يعني أنا خضعت لتجربة المجلس الحزبي دي مع وفاة والدي وفي وجود والدتي، وكان أخويا الصغير أنا كنت عبرت 21 سنة بس هو كان في المجلس الحزبي وانا كنت بروح معاه. طيب خبرتك ايه بقى وتجربتك ايه في الموضوع؟ التجربه انا يعني طبعا لا اطعن في القوانين او في القضاء باي شكل من الاشكال، لكن انا تعاملت شخصيا في تجربه المجلس الحزبي دي، ولغايه دلوقتي انا مش فاهم اصلا ليه ممكن يكون خلي بالك القضاء ليه كل احترامه، لكن القوانين يضعها بشر وهي قابله للتغيير، كل ما بتتغير ظروف المجتمعات اللي بتنشا فيها القوانين دي، وده اللي حاصل النهارده بالظبط، انه الناس بتطالب بتغيير القانون. القانون ده او فكره المجلس الحزبي عامه دي فكره اضرت بكل السيدات بشكل كبير جدا جدا جدا. اولا جزء منها بيتعلق ان انت احيانا بتروح تقدم مثلا عشان تروح تقدم في المدرسه، يعني اخويا لما كنا بنروح نقدم له كنا بنروح نقدم طلب للمجلس الحزبي، فتروح المحكمه انت ومعاك اخوك الصغير
عشان تروح تقدموا طلب في المحكمة عشان تقدر تصرف فلوس تخش بيه المدرسة. يعني أنا مريت بالتجربة دي مع وفاة الوالد رغم اختلاف الحالة عن المسلسل يعني عشان ما فيش تطابق كامل يعني، ولكن واجهنا مشكلات كبيرة جدا. إن أنا يعني أنا ما أعتقدش أنه في أسرة تحتاج أن هي تاخد إذن قاضي أو تاخد إذن مجلس حزبي عشان تقدر تحدد هي تصرف إزاي أو تعطي إمكانياتها إزاي، خاصة في أطفال. يعني أنا فاكر مثلا بيبقى الطفل عايز مثلا كان داخل الجامعة فكانت في قصة عشان يصرف معاش الوالد، كانت في قصة عشان نقدر نجيب له كل حاجة، لازم تروح تاخد يعني قرار من مجلس الحزبي وهو ولي بشكل أو بآخر عليك وانت طفل. فأعتقد أنها تجربة مضرة للأسرة كلها سواء زوجة أو سيدة أو أطفال. فطبعا أتمنى أن يكون في تغيير ويكون في شيء غير المجلس الحزبي ده أو فكرة جديدة أو يكون في تعديل للنصوص للتسهيل، لأنه مش ألطف حاجة كمان أنه أطفال يروحوا مجلس حزبي وغيره. طيب أنا معك في الجزئية دي، حتى وإن كان المجلس الحزبي يعني في مفهومه أو في الأساس فيه مفترض به أنه يعني يشكل نوع من أنواع الحماية على أولاد أموال الأولاد القصر، لكن هو طبعا بكل تأكيد ولازم نواجه نفسنا بده في مشاكل كتير جدا بتحصل عند التطبيق. إجراءات معقدة جدا لأنه في ورق كتير وروح وتعالى وهات من مدرسة وهات بالأم وشوف الأب ده يردنا لفكرة التطبيق. العم طب الجد عايش ولا الجد مش عايش، فكنا نروح طبعا نجيب شهادة وفاة الجد والجد عايشة ومش عايشة، طب العمام فين؟ كل دي إجراءات واستهلاك واستنزاف للأسرة وتحركات، وكمان بتاخدي احيانا مواعيد واستنزاف للام. انا يعني انا هو مجلس الحزب ده كمان مش عايد لك على طول، انت بتاخدي مواعيد بقى وتشوفي وتروحي. وخلي بالك نصوص القانون يعني. النهارده النص اللي احنا بصدده في قانون وصايه يعني وصايه على اموال الاطفال القصر في حاله وفاه الاب، القانون ده بيفترض بشكل او باخر انه ست هي مش اكتر حد عنده درايه بمصلحه ولادها، وكانه في حد تاني هي لازم ترجع له عشان تعرف مصلحتهم ايه. انا الحقيقه انا عايز بقى ازيدك من الشعر بيت كمان انه مش بس حالا الوفاه، لكن لو انت مثلا الزوج والزوج كانوا مطلقين فبرضه بتخش الست كمان في اجراءات اعقد، لانها كمان كانت مطلقه من الزوج قبل ما تحصل حاله الوفاه. ففي برضو اجراءات اكثر تعقيدا وفي وجوه احيانا قد تكون اكثر قسوه. بالظبط، لانه عايز اقول لك ناس كتير كانت بتقول الدراما احيانا ما بتجسدش الواقع بكل تفاصيله. عشان كده بقى خلونا نسمع قصه حقيقيه من الواقع لمدام فاتن. مدام فاتن اهلا وسهلا بيكي في 90 دقيقه. اهلا بيكي. نسمع أهلا بيكي قصه فهمي. حضرتك كل سنه وحضرتك طيبه الاول وحضرتك طيب، سعداء بوجود حضرتك معانا. وطبعا مش عايزين يعني نعيد برضه الذكريات الأليمة، ولكن كنا حابين نستفيد من تجربة حضرتك بحيث لو في إمكانية للمساعدة ونساعد الآخرين كمان. أكيد. هو أنا مبدئيا الأول أنا أخذت الوصاية الحمد لله يعني. نعم طيب. الحمد لله. رائع. وصولا إلى النقطة دي، قصة حضرتك من بدايتها إيه؟ أنا جوزي توفى وهو عنده 34 سنة، تمام، وأنا 31 سنة. وانت كان عندك كام سنة وقت الوفاة؟ 31. والأطفال؟ 4 سنين و8 سنين. طفلين؟ ولدين 4 و8. اتفضلي. ايوه. جودي لما توفى طبعا انا ما كنتش اعرف القانون ده اصلا. انا كنت فاكرة جودي كان بيسافر فاوريدي كان بيسيب لي كل الولاد بمسؤولياتهم بكل حاجة، شايلة كل حاجة حتى هو موجود في البيت. الو؟ معاكي على الهوا. اتفضلي. تمام. بس لقيت نفسي دخلت في حته كده اللي هو اتجوزي اخوه، تمام، علشان خاطر مين اللي قال لك تتجوزي اخوه؟ اسرته؟ ثالث يوم وفاه جوزي. اسرته؟ من اسرته طبعا. ثالث يوم وفاه جوزي، مش مده كافيه كمان عشان ياخدوا الفلوس طبعا. لا، دخلت في مشاكل كتير وحوارات كبيره. عرفت بقى القانون بتاع الوصايه ده عشان يذلوني بيه وطبعا يتحكموا فيا وفي اولادي، تمام. استخدموا القانون ده ضدي. الجد كان عايش طبعا، ولان القانون بيكفل للجد ان هو يبقى وصي على الاولاد بعد موت الاب، ابتدى ان هو ما يعملش الحاجات اللي المفروض يعملها تجاه الاولاد. انه يصرف عليهم مثلا من فلوس ابوهم الله يرحمه، فتضطري تروحي تطلبي منه عند كل موقف عند كل احتياج. هو كان ساكن في الصعيد وانا في القاهره ومتواجده في القاهره. نقل الفايل
بتاع القضية كله للصعيد، من القاهرة للصعيد. ما كانش يبقى معايا ثمن فلوس السفر عشان بس اروح احضر الجلسات. حضرتك معايا؟ مع حضرتك يا فندم. تمام. ومدارس طبعا الاولاد وكل ده تاثر. كل ده ايه؟ ومدارس الاولاد بقى طبعا وحياتهم تاثرت. طبعا اتاثرت طبعا، يعني انا ما كنتش لاقيه فلوس. انا اولادي كانوا في مدارس انترناشونال، باباهم كان مهندس. اللي هو انا متخيل اعمل ايه وانا ست لا اعمل. فانا ساعتها كنت اعمل ايه؟ اضطريت ان انا اتكلم معاهم طبعا، ان يكونوا رحيمين على الاطفال ويبقوا كويسين، وان احنا اسره واحده وعيله واحده. وما فيش داعي الاطفال هي اللي تتبهدل يعني في الخلافات دي في النهايه. لا طبعا كان الرد لا، وبيرفعوا عليا قضايا، اتهموني بسرقه 10,000 جنيه من بنك جوزي، من حساب من الاكونت بتاع جوزي. يعني انا شفت انا ما شفتش المسلسل على فكره. انا صحابي قالوا لي ما تتفرجيش على المسلسل، هيبين قد ايه انت اللي عشتي التجربه دي، مش منى زكي. صح صح. يعني انا اتمرمطت جدا، قالوا لي لا ما تتفرجيش عليه. انا شفت بس مجرد فيديوهات كده صغيره على الفيسبوك لي. شفت منى زكي وهي واقفه بتقول للقاضي، بتقول له حضرتك لما خرجت من القفص، وبتقول له طب انا عايزه، انا هتحبس دلوقتي، مين انتوا ما تعرفوش بنتي مثلا بتشرب كراويه لما بتكون معدتها وجعاها. الحاجات أيوة. الحقيقيه ده اللي بنقوله، ان الام هي اقدر شخص بمصلحه ولادها وباحتياجاتهم، واقدر شخص على رعايه مصالحهم، مش اي حد تاني. انا ابني مريض قلب، هو انا اللي عارفه بياخد ادويه ايه. جده ما يعرفش عنه حاجه، جده ما يعرفش بيصرف كام، جده ما بيعرفش بيروح النادي ازاي، ما بياكلش ايه، بايه الخطر عليه لو اكله هيعمل له حساسيه ازاي. انا بقى دلوقتي بيتقال لي لا انت مش مسؤوله عن اولادك اللي انت خلفتيهم وبقالهم معاكي 8 سنين، وانت مسؤوله عنهم مسؤوليه كامله في وجود ابوهم، لما ابوهم يموت يبقى انت لا شكرا كده، احنا مش عايزينك، ما تتحكميش. معلش اسالك سؤال كده عاطفي شويه، يعني انت كان شعورك ايه وحد بيقول لك انت مش قادره بمصلحه ولادك، او مفترض ان اللي ياخد قراراتهم او يدير امورهم وشؤونهم وتعليمهم وعلاجهم وتفاصيلهم هو شخص اخر، مهما كانت درجة قرابته، مهما كان شخص جيد، مهما كان شخص بيعرف ربنا، دي ليها شوية تأثير نفسي يعني. دي حقيقة. حسيت ان انا متأثرة نفسيا، ان اولادي دول مش ملكي، انا ماليش حق عليهم، اللي انا ربيتهم وحملت فيهم حسيت ان هم مش ولادي، بتصرف مع اطفال غريبة. انا واولادي كنا بنتعامل في البيت، وده اثر على نفسيتنا. اولادي نفسهم نفسيتهم اتغيرت، حياتهم اتغيرت لما حد تاني بقى ماسك مسؤوليتهم وبيتحكم فيهم. طبعا احنا طبعا متاسفين جدا ان احنا خليناكي تحكي التجربه دي تاني، بنعتذر لك كده، كان الهدف كان ان احنا بالعكس الناس تستفاد وتفهم، ان احنا نسمع القصه دي. واحنا حضرتك خدتي الوصايه في الاخر، فاحنا بنبارك لك يعني، ورغم الصعوبات والمراره اللي حضرتك مريتي بيها، انا عارف ان هي اكبر من اي كلام يعني. على قد ما قصتك يا مدام فاتن مؤثره وفيها تفاصيل صعبه ومؤلمه، هي تجسيد لواقع مؤلم، واتصور انه في ستات كتير عانوا بنفس الطريقه بسبب نصوص قانونيه وثغرات يعني صممت بطريقه فيها ظلم كبير للمراه. دي حقيقه. يا رب القانون يتغير يا رب، عشان اي ست تانيه تقدر ما تعيش المأساة اللي أنا عشتها. طبعا أنا طبعا. في حاجات كتير ما حكيتهاش لأن إحنا طبعا على الهوا، بس بجد الناس اللي كانوا أكيد مفهوم طبعا عشان خصوصية الحياة أكيد عارفين أنا عشت إيه. وده الغرض النهارده من مناقشة القضية دي، تحريك المياه الراكدة، قانون بقاله أكتر من 70 سنة، تسبب في ألم كبير لستات كتير وأمهات يعني كتير. النهارده حان الوقت إنه يتغير، أو على الأقل يفتح باب النقاش حواليه. اتمنى تفضلي معانا مدام فاتن. حاجه ثانيه كنت عايزه احكيها لو اتفضلي. طبعا اتفضلي. انا ولادي دخلوا المحكمه عشان اثبت الحضانه، ان هم معايا. دخلوا المحكمه معايا عشان اقول ان ولادي عايشين معايا. ده كان حاجه صعبه جدا، ان ادخل طفل عنده 4 سنين مش فاهم اي حاجه محكمه اسره، علشان بس اثبت ان هم عايشين معايا في البيت. اي مفهوم. انا يعني انا مريت بنفس الموقف اللي حضرتك قلتيه ده قبل كده، فانا متخيل يعني مع اخويا الصغير. حضرتك تعاملتي مع المجلس الحزبي ده بشكل او باخر؟ للاسف انا لسه الفتره الجايه هبتدي بقى، لان لسه واخدين الوصايه، فهبتدي امشي كاجراء قانونيه بقى. طيب مفهوم. ان شاء الله تبقى تجربتك يعني موفقه. تتغير برضه.
انا برضو عايزه اقول ان انا قابلت قاضي بصراحه، يعني اتعامل مع اطفالي لان انا كنت قلقانه اجيب الولاد المحكمه. قابلت قاضي قلت له انا خايفه على نفسيتهم اني اجيبهم عشان اثبت ده، قال لي ما تقلقيش. فجبت فعلا الولاد في ميعاد الجلسه بالظبط. طبعا ده كان برضو صعب عليهم ان هم يدخلوا محكمه، بس القاضي كان رحيم جدا بيهم بصراحه، يعني أيوة. تعامل معاهم كمعاملة أطفال. ما دي روح القانون، يعني جانب إنساني مهم قال لهم الحقيقة. هاتوا الأي دي بتاع المدرسة بتاعكم وأنت اسمك إيه، ابتدى إن هو يناقشهم نقاش أطفال مش نقاش كبار. كان رحيم عليهم يعني.